تم في السنوات الأخيرة إنجاز عدة منشآت صحية لفائدة ساكنة ولاية برج بوعرة عريج، وسيتم بإذن الله إن شاء الله في الأيام القليلة أو السنة القادمة إن شاء الله تزويدها بمستشفى للقلب، وهو أهم إنجاز إن شاء الله ليكون على مستوى الولاية. إضافة إلى هذا كاين مستشفى 240 سريع على مستوى مدينة رأس الواد الذي ستنطلق به الأشغال الأسبوع القادم إن شاء الله تحت إشراف السيد الوالي، وكذا مستشفى الحمدية الذي تم انطلاق. هذه إضافة لقطاع الصحة إن شاء الله كمنشآت صحية من أجل توفير أريحية لعمال الصحة من أجل تكفل الأمثل بالمريض. قطاع الصحة ببرج بوعرة عريج عرف يعني دفع هذه السنوات الماضية خاصة فيما يخص المنشآت الصحية، سواء مؤسسات استشفائية أو مؤسسات للصحة الجوارية. أيضا فيما يخص العتاد الطبي كما لاحظتوا يعني تم اقتناء عدد طبي يعني مهم في مختلف الاختصاصات دعمت بها ولاية برج بوعرة عريج، ومازال يعني ثاني عتاد آخر سيتم اقتناؤه إن شاء الله خاصة فيما يخص الاستعجالات الطبية الجراحية، قاعة العملية الجراحية، قاعة الإنعاش الطبي الجراحي، يعني هذا كله يعني صب في التكفل الأمثل بالمريض. الصحة في السنوات من 2023 إلى يومنا كان تحسن كبير في الخدمات الصحية، انتشار واسع للأطباء الخاصين، هناك مستشفيات يعني راهي جديدة في الخدمة، مستشفى بن عبيد ومستشفى تاع زمورة إن شاء الله مستقبلا، مستشفى الحمادية، هذو أخطاب صحية جديدة اللي راح إن شاء الله تتمتع بها الولاية، وراح تغطي تغطيات جراحية وطبية على مستوى كبير بزاف. حقق قطاع الصحة بولاية برج بوعرة عريج في الأونة الأخيرة قفزة نوعية من خلال بناء العديد من المستشفيات، وعلى من بين هذه المستشفيات القطب الصحي الذي سوف يرى النور قريبا مستشفى 100 سرير ببرج زمورة، إضافة إلى إعادة تهيئة العديد من العيادات متعددة الخدمات على إقليم الولاية، بالإضافة إلى استفادة الولاية من أطباء أخصائيين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى منتوج التكوين الموجه حديثا ما الذي أعطى إضافة نوعية للمؤسسات الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.